لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نقدم في هذا الدرس تكملة للدرس السابق عند تنصيب برنامج الطباعة، ألا وهو برنامج فاست ريبورت، ولقد قمنا بتنصيبه. سوف نريكم ها هو هنا فاست ريبورت، هنا لقد قمنا بتنصيبه، وهذا هو هذه أيقونة البرنامج. نذهب إلى الدلفي وسوف نقوم بعملية التعرف على هذا المكون داخل برنامج الدلفي. نفتح الدلفي، ونفتح ملف جديد في الدلفي ونعطيه نموذج هكذا أحسن، وسوف نختار مكون الطباعة هنا في عملية البحث. نختار مثلا FRX Report، هذا المكون نختاره هنا. عندما نضع المكون هذا سوف نضغط عليه مرتين ونتعرف على بيئة الطباعة، كيف تكون عملية الطباعة. نضغط عليه مرتين هكذا، هذه هي بيئة الطباعة. عندما نستخدم أي برنامج سوف نستعمل هذا المكون لطباعة أي وثيقة لذلك البرنامج. هنا لنتعرف عليه كثيرا، لدينا كما ترون هذا هو الشكل. عندما نختار هنا لدينا الخيارات في هذه القائمة، هنا التكبير وهنا لدينا التكست. مثلا نختار التكست هنا ونقوم بعملية مثلا تنسيقات عليه. هنا عندما تضع التكست مباشرة من المفروض أن تخرج أيقونة هنا، أو نقوم بعملية إيديت، هذه النافذة تأتي كما ترون هكذا. مجرد أنك تضع هذا المكون تأتي هذه النافذة، تكتب أي شيء هنا، أي شيء كما تشاء. هذه للكتابة فقط، هي تكست لوضع التكست. عندما سوف أضع هذا المؤشر وأقوم بعملية نزع هذا المكون، عندما نضغط عليه من هنا هكذا سوف أقوم بعملية التنسيقات على هذا الشكل. كيف نقوم بعملية التنسيقات؟ مثلها مثل البرامج الأوفيس مثل الوورد والإكسل، ومن هذه التنسيقات كما ترون هنا، اختيار الخط، حجم الخط، أنواع التنسيقات الأخرى يعني عريض مائل، توسيط، هذه كلها للكتابة. مثلا نختار مثلا هكذا، مثلا 22 عريض، سوف أقوم بعملية التوسيط هنا، توسيط الكتابة داخل المكون. مثلا سوف أكبر لكي توضح الصورة. هنا عندما أضع كما ترون الكتابة هكذا، وأضع الكتابة في الوسط. إذا أردت أن أضع المكون في التوسيط فكذلك شيء آخر. هنا هذا المكون، نذهب إلى اللاين هنا مثل ما كنا نعمل في الدلفي، وأقول له سنتر، سوف يضع المكون كاملا في السنتر. وهذه الحدود للجداول، وهنا لون البيئة ولون الخط. مثلا أريد لون الخط مثلا لون أحمر، مثلا أعطيه للمكون هذا، سوف أعطيه لون الأحمر، عفوا من هنا سوف أعطيه لون الأحمر، واللون البيئة سوف مثلا أعطيها لون أخضر هكذا. هذه هي الألوان. ولدينا بعض الخصائص يعني بالممارسة يتم التعرف عليها في هذا المكون. والاختيار لتكست من هنا كما ترون، إيديت تكست، تختار العناصر التي تكتبها التي لا تكون مرتبطة بقاعدة البيانات، يعني وضع العناوين، وضع النصوص الثابتة التي لا تتغير. وهنا لدينا نسخ التنسيق كما ترون، هنا نقوم بعملية نسخ التنسيق، يعني إذا وضعت هنا مثلا مكون نسقته بهذا التنسيق، مثلا أضع مكون آخر هكذا، سوف أضع مكون آخر، أعطيه كتابة، هنا جاء مباشرة بنسخ تنسيق
الذي قمت به بعملية هذا مثلا أعيد كرة أعيد تنسيق هذا الشيء مثلا أعطيه لون آخر مثلا هكذا لون أصفر، سوف عندما أستعمل نسخة تنسيق مباشرة يذهب نفس التنسيق الأول. هذه عندما تكون عندنا عدة عناصر نقوم بعملية نسخ تنسيقها مباشرة، نختار التنسيق الذي اخترته وأعطيه لجميع العناصر التي أكتبها. وهل لدينا أنسر بوند يعني وضع لبوند، سوف نتطرق إليها في قاعدة البيانات وكيف نقوم بعملية وضع العنوان ووضع الحقول داخل الطباعة. هذه هي البيئة فاست ريبورت، ولقد قمنا بتنصيب فاست ريبورت وقمنا بعملية وعرفناها كيف نربطها ببرنامج الدلفي. يعني عندما ترجع إلى الفيديوهات السابقة سوف تجد كيف قمنا بعملية تنصيب وربطها ببرنامج الدلفي، وبعد ربطها ببرنامج الدلفي تأتي لنا العناصر من هنا. عندما نقول له تأتي لنا العناصر من كما ترون في هذه FRX العناصر الطباعة، هذه هي عناصر الطباعة Fast Report كما ترون هنا Fast Report، هذه عناصر الطباعة وتأتي معها كذلك Fast Report Sys كليو، كذلك هذه العناصر التابعة لها، هذه ثلاث قوائم تابعة لتلك الطباعة، خمس قوائم، توجد خمس قوائم للطباعة. عادة نستعمل نحن فاست ريبورت FRX ريبورت للطباعة، ونختار كذلك FRX داتا سات يعني للربط بينها وبين الجداول الذي نستعملهم. مثلا FRX سوف أستعمل داتا داتا باز، هنا سوف استعمل داتا باز. داتا سات يعني داتا سات، وهنا سوف نستعمل داتا سات كما ترون، هذه للربط بينها وبين الجدول الذي نستعمله. وتكون ربط داتا سات بداتا سورس، نربطها بداتا سورس او نربطها بالجدول، وهذه سوف نتطرق إليها في الدروس القادمة. هذه نظرة عامة عن فاست ريبورت، كيف تكون الواجهة أو الواجهة الأمامية. إن شاء الله أنكم استفدتم من هذه الفكرة، وسوف في الدروس القادمة إن شاء الله سوف نقدم كيف نقوم بعملية الطباعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.